السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة أمريكا في العراق أو رقم السفارة الأمريكية في العراق. رقم التليفون هو 00-964-760-30-3000. يبقى تاني، رقم سفارة أمريكا في العراق أو رقم السفارة الأمريكية في العراق 00-964-760-30-330. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.